السلام عليكم، معاكم محمود. عارفين الروس لما بيحبوا يعترضوا على شيء او حاجه مثلا وحشه صادمه، بيروح بيبدا بالكلمه، ممكن ما يكملهاش لانه الراجل بيحاول يكون محترم يعني قدامك. على الاتراك عندهم حاجه شبه كده. عرب كتير من اللي عايشين في تركيا عارفين ان هم ازومي، وعرب كتير برضو ما يعرفوش هم ازومي. بيقول ايه بالظبط؟ بيروح قايل اس. طب ايه اس؟ اس، ويبقى متضايق. هي كلمه طويله بس هو بيقول بدايتها الطلعه بتاعتها ما بيقدرش يكمل يعني. زي ما انت ايه اما تيجي برضو تتضايق كراجل عربي، هتقول يد يا ابن وتسكت، انك بتحاول تكون محترم قدام الناس. ما ينفعش تقول كلمه بذيئه تاخد عليها سيئه، ولو ان انت يعني بالنيه كده يعني قربت من السيئه قوي. المهم فبتحاول تكون محترم. ف ليه اصلا الانسان بيحاول يكون محترم؟ سؤال حلو. ليه انت ممكن تشتم عادي؟ في ناس بتشتم ما عندهاش مشكله، يقول لك ما عادي، ما هم يعني مش عارفين معنى الكلمه، انا استعبط. عارفين بس في الاسلام مكارم الاخلاق فرض. الابتعاد عن السب والذم، حتى لما بتشتمش حد، مجرد الكلام اللي هو الحلطه دي، كل الحاجات دي لغو وذنوب وهبو، وبتقلل من قيمتك وشكلك وقيمتك. فاللي هو ما قيمتك وشكلك وقيمتك هي نفس الحاجه يعني مقامك يعني. فعشان مقامك يفضل عالي ما ينفعش تقول الكلام دي. بقايا صح؟ وقت بقايا العيش، العيش القديم. في روسيا ما شاء الله يعني لما بيجوا بيخبزوا يعني ما بيبخلوش يعني، عارف حاجه كده قد راسي مرتين خبز يعني بالحجم، حاجه قد وشك، قد وشك ثلاث مرات، ده بقى قد وشك بجد يعني اكبر من وش، احجام غريبه الشكل والمضمون، وده اكبر بقى وش بقى الكبيره، ده جاي واخد بص من فم المعده لحد راسي. فيا اخوه ليه بنكون محترمين؟ يا سلام، العيش سخن يا على فكرة. العيش ده مش لاقي. هو بس انا مبطل عيش، هو لانه مغري يعني انه سخن وبتاع، بس عيش في الاخر دي ينفعش انا اتعاطى. انت اتعاطى عيش لو عايز، تمام. فالاسلام هو اللي بيوجه بوصلتنا، هو اللي بيخليك تقول ايه ما تقولش ايه، بتقوله امتى والمين. كذلك حد يقول لي مثلا طب اتكلمت على مشكله غزه مثلا وما اتكلمتش على مشكله لبنان ازاي؟ ودول اخواتك برضو. برضو الاسلام حاكم الحته دي، فقه المقاصد او الفقه المقاصدي، او في ناس بتسمي مثلا الموضوع ده فقه، بيدخلوه فقه الاولويات اكتر. معلش احنا جنب الجزم بقى فنمشي احتراما لمقام الكلام المهم اللي بيتقال، ودي برضو عاده اسلاميه. في اولويات يعني مثلا في ناس من الائمه شطوا وشطحوا، فالناس الائمه الاعلى منهم الناس بتقول لهم ما اتكلمتوش على الناس دي ليه، لحسن الناس تفتكر انهم صح مع انهم اهل بدعه. ففي اولويات. اخواتنا اللي محتاجين دعمنا والفتاوى اللي بتقول ان احنا ندعمهم في غزه مثلا اهم من القضايا الصغيره، يعني مثلا واحد دعاء شط وكده، بس الشطط بتاعه ما يوديش لفتنه مثلا في المجتمع، ما يهز الشرط الاسلامي وسط الناس، ما يخليهمش مقتلين قتلة او مجرمين او كارهين للمجتمع او مختلين عقليا،
يعني في افكار بتاعه بعض الشيوخ او الدعاه يخلوا الناس متخلفين عقليا، اللي هو يبقى المجتمع كله بيجري ويغتني وبيعمل فلوس، وانت بقول لك لا لا انت كده حلو، انت خليك في فقرك، خليك يا جاهل في جهلك لحد ما يجي لك يوم على مهلك، والفقراء دايما بيخشوا الجنه والناس كويسه، فاللي هو انت تخليه يكفر وهو على الارض قبل ما يروح حتى يتحاسب ويشوف هيروح جنه ولا لا. ففي ناس بتصاب بالتخلف. طب ازاي انت بتقول لي لا ما تسعاش زي الناس اللي بتجري دي وخليك واقف مكانك انت كده كويس؟ برضو واحد من الشطحات يقول لك ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان لا ينطق عن الهوى، وهو فده يعتبرش مخلوق، ربنا بعته لنا روح من الله كده من واحد يقول لك بقى الكفر بقى وبتاع، انه بينكر خلق النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول انه مش مخلوق، يبقى ده خرج من الملة. شوف ما بتشغل مخك بقى واحد يقول لك هي دي هيافات. لا هي مش هيافات، بس في اولويات. هو الراجل غلط وبتاع ده، بس في بعض الحاجات اللي هي الناس اللي ما تتلقاها وتصدقها مش هتبوظ الدنيا، مش هيروحوا مثلا يشتغلوا ارهابيين وبلطجيه على الناس ويقول لهم اوعى تقول ان النبي مخلوق وبتاع ويروحوا يقتلوهم مثلا اللي يعترض مع فكرهم. لا، فمعلش في فتن، مليون فتنه في المجتمع ده. عندنا يا عم الاطباء اللي في مصر دول اللي قاعدوا يقول لك بعمل ايه مع المريضات والبنات والمش عارف ايه، وشوف الصاروخ وعيل سوري بتاع يعني بامبرز لسه ما طلعش من البيضه ودي عقليته، وطالع يصور فيديو وبتاع ولا اي حاجه، والمريضات عندنا انا طبعا ما تنكروش الاطباء حتى الكبار ما يعملوش فيها محترم قوي، لا انتوا بتتكلموا في الحاجات دي، الاطباء الكبار اللي عندهم 50 سنه بيتكلموا في الحاجات دي وعادي، بس هي الفكره ان الموضوع اتفضح والكلام مش جريمه، لكن المصيبه انهم قالوا انهم عملوا حاجات او انهم لمسوا المريضات او في تحرش بالمريضات او في فكر مريض يقول لك ان المريضه عايزه كذا. طب ده مش فساد ومساله بس مش ضخمه؟ فعلا ممكن تؤدي الى كوارث، فدي محتاجه اهم، لكن الاهم من ده ولا العدو اللي واقف لنا على الباب بالسلاح وبيقتل في ولادنا بالفعل؟ فمعلش في حاجات كده اللي هو بص العصفوره ومش عارف ايه تشتت، لكن اللي فاهمين الفكر المقاصدي وفقه الاولويات يقول لك لا 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 ما بيتعبش عليا الجيم ده، هنشغل بالفتاوى بتاعه المقاومه ورفعه الامه. وطبعا هو ما هي الفكره مبنيه على بعضها، انت بنيت مجتمع ما عندوش نخوه كده على بنات بلده وعلى اخواته اللي بيموتوا ويتقتلوا وكرامته اللي بتتهان تحت الدبابات بتاعت الصهاينه، فمعلش يعني ما تطلبش منه يبقى محترم وهو في العياده. شوف الواد دماغه عامله ازاي، ده مجنون، ده مغيب يعني. شوف واحد طالع يعمل الموضوع ده على لايف ولا على فيديو ولا بتاع ويعمله فضلش، وشوف الفضا بقى ناس تقعد اضربه بيد من حديد على ايد البتاع ده واحد مختل، وما شاء الله الحمد لله ان هو يعني اكد المعلومه اللي انا بقولها من زمان. يا جماعه السلك الطبي بسبب مشاكل معينه وبسبب الخلل المجتمعي اللي من زمان في ناس ما هيتقي الله ليه؟ هو يعني العيادات في اوروبا ما فيهاش ناس بتعاكس وبتقول كلام كده وبتتلطف مع في بس مش كتير، لانه عارف ان المريض هيوقف عند حد، هو بيخاف من المريض والقانون، لكن مثلا واحد ايه لا خايف من المريض ولا خايف من القانون، معلش يعني. في الاول وفي الاخر مرتبه قد ايه؟ وفي الاول وفي الاخر في المجتمع بتاعنا قيمه الدين ايه؟ كانت على جنب. المهم والواد يقول لك خريج ازهر، الواد الطبيب اللي عنده 26 سنه ده اللي جبان في الفيديو، هي دي الفكره اللي انا عايز اقولها لك النهارده. لو كل واحد متدين اتلككت له على مشكله في فهم العقيده عنده وقعدت تطارد كل المتدينين، وانت اصلا راجل متدين هتلاقي الهجوم عليك انت شخصيا وعلى اولادك، وهتلاقي اولادك بعد كده متحرشين، هيعملوا حساب للدين ليه؟ ما انت ابونا نفسه بيهاجم المتدينين في كل حاره وفي كل شارع ويطلع يعمل عليهم فيديوهات وبتاع ده. مش عاجبك المتدينين ومش عاجبك الدين، فما يجي لك ابنك او يجي لك بنتك تجي لك معيطه ان الدكتور اتحرش بيها في العياده،
ولا عيل صايع اتعرش بيها في الشارع ما تزعلش، لان انت اللي نبست الدين في المجتمع، خليت الناس تسيب الدين، لانه لو دخل لو بقى متدين حضرتك هتهاجمه وتسلخه على السوشيال ميديا. صح ولا انا بهبهب؟ صح، ما تنكرش، انت السبب، انت اللي عملت في ولادك كده، انت اللي اهتميت بالصغائر وجيت يوم الجهاد اهو قدامنا اهو يوم الحرب توليت وعملت مش شايف ودورت وشك الناحيه الثانيه واهتميت بقى ايه شيرين عبد الوهاب ومش عارف وجوزها حسام حبيب اتطلقوا للمره الكام. طب هما بيروحوا مخدرات بجد ولا ما؟ ايه يا عم الهيافه دي؟ الهاء، عبط، خراب في البوصله، ضياع في الوجهه، توهان. فطبعا ما تسالنيش بقى عن المبادئ والاخلاق وبتاع، انت بتعلمها فين؟ فين الاخلاق والمبادئ؟ بيقول لك اصل ده ازهري. طب والازهر مش جزء من المجتمع؟ يعني اللي بيصيب المجتمع ممكن يصيبه ولو بنسبه، فيطلع لك نسبه من الاطباء والمهندسين والمعماريين وكل الناس بقى وكل الانواع والمحامين يعني مش في محامين بيتحرشوا بالموكلات وما اكثرهم مقابل وبدون مقابل. هل هنقول كل المحامين وحشين؟ ولكن المجتمع انت توهت حته الدين اللي هو الوازع الشخصي، انت من نفسك عارف اقول ايه وما اقولش ايه، ينفع اعمل ايه وينفع ما اعملش ايه. قيمه الخلق الحميد، قيمه ان انا بعمل لاخرتي، ان انا مصدق مؤمن ان في اخره وان في ربنا شايفني، وفي فكره ان انا مش شايف الحاجات دي اصلا وناسيها، ان المجتمع عودني على كده. هتفكر في الحاجات دي هيقولوا عليها مجنون وهبل ورجعي وموجه الالحاد اللي ضربت المجتمع بالفعل، وديك تشوف. كلامي خلص، يا رب تكون فكرة واضحة وتبقوا عارفين انا مسعايا ايه وبجري عشان الحق الامه من خطر عامل ازاي، واديكم بتشوفوا كل يوم. الموجه جت علينا خلاص، انا لله وانا اليه راجعون. اشوفكم على خير، عبد الله، السلام عليكم.